ولكن يا ترى هل ذكرت موقفك بين يدي الله؟ إذا جئت تتكلم عن شخص قاموا عليك، يطعن في العلماء ويسب العلماء ويشتم العلماء، هكذا يقولون. فأنت بين مميع وحزبي، أنت إما أن ترى مميعا، ما رأيك في فلان يا شيخ؟ يعني يستفاد منه، وفلان هذا عنده من البلاء ما عنده. وتسأل آخر ما رأيك في فلان يا شيخ؟ يقول يعني عنده مشاكل في الحاكمية، يناصح. وهل الحاكمية أمرها هين؟ الحاكمية التي أصحابها كفروا المجتمعات المسلمة حتى كفروا المؤذنين في المساجد، أمرها هين؟ فأنت ترى هكذا، فترى نفسك مسكينا بين مميع وحزبي، كلاهما مخالف لأهل السنة والجماعة، ولكن لا تنشغل بهذا ولا بذاك، وسير في طريقك وبين الحق، لا يهمنك أن يتابعك أحد، لا تنشغل بكثرة الناس، فإن الكثرة غالبا غير محمود. وما رأينا الكثرة محمودة في كتاب ربنا تبارك وتعالى، ولا حمدت في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا تنشغل بالكثرة ولا تنشغل بالأتباع، تلين الكلام في فلان من أجل أن يكون معك فلان وفلان تستكثر بهم، وتميع الكلام في فلان من أجل أن يكون معك فلان وفلان تستكثر بهم. ولكن يا ترى هل ذكرت موقفك بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما تسأل، عندما تسأل أن فلانا هذا كنت تعلم منه كذا وكذا، فلماذا لم تبين وتنصح للأمة؟ لماذا لا تنصح للأمة؟ لماذا لا تنصح لطلبة العلم وتبين لهم أن هذا منحرف وأنه على مذهب التكفير قائم؟ لماذا لا تفعل هذا؟ أو لماذا لا تقول هذا قطبي محترق، أو هذا حزبي منحرف؟ هذا الواجب عليك أن تبين، طالما علمت، طالما علمت يجب عليك أن تبين، ولا تأخذك في الله لومة لائم، هذا الواجب على المسلم. ولذلك رأينا السلف يرفعون أصواتهم ويعلنون بمخالفة المخالف، لا يهمهم أن فلانا يرضى عنهم أو لا يرضى عنهم، يقبل أو لا يقبل، المهم أن يبينوا. جزاك الله خير. المهم أن يبينوا الحق، هذا الذي يهمك، يرضى ما يرضى لا تنشغل بهذا، شغل بما يرضي الله عز وجل. فمن أرضى الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله عز وجل برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فيصير حامده ذاما. مع الوقت ترى هذا الذي كان يحمده بالأمس هو الذي يذمه اليوم، فلا تنشغل برضا الناس أو بإرضاء الناس، وإنما انشغل بإرضاء الله عز وجل. لذلك يجب عليك أن تعتقد الاعتقاد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، الذي عليه السلف الصالح. عندما نقول السلف نريد السلف الصالح، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، الذين ساروا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينحرفوا عنها يمينا ولا شمالا، وإنما ساروا عليها، أخذوها كلها وأخذوها مأخذا واحدا، ما أخذوا منها جزءا وتركوا جزءا، مثل ما ترى بعض المنتسبين للدعوة. هو في حقيقة الأمر ليس على منهج أهل السنة والجماعة، ولكن تراه جاء في مسألة من المسائل فوافق أهل السنة والجماعة، فينخدع ويغتر به الطلبة، يظنونه صار سنيا،
بمجرد أنه مثلا تكلم بالخروج، لا يجوز الخروج عن الحكام، وهو يكفر الحكام، ولا يجوز الخروج عن الحكام عنده لأن الوقت عنده لا يناسب، ليس مناسبا الآن، فلا تغتر. أو تراه يرد مثلا على بعض المخالفين فتظنه صار سلفيا وهو ليس بسلفي.